الآن تشاهدون. فريق الجدعان يشرح آليات عمل أول مركز لتطوير الأعمال في مصر وخطة التوسع في افتتاح مراكز مماثلة على مستوى الجمهورية وسبل الاستفادة من الخدمات التي يقدمها وفقاً لمبادرة البنك المركزي لمساندة رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مبادرة البنك المركزي لتنمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهداف كتيرة جداً، وبتستهدف إطلاق الطاقات الكامنة للشباب وخصوصاً اللي عندهم مقومات أولية لإدارة المشروعات، وتمكنهم من الاستخدام الابتكاري لرأس المال المادي والبشري وقيادة التغيير الاقتصادي. كمان هدفها زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشروعات القائمة كصناعة وطنية بتلبي احتياجات السوق المحلي وبتتوافق مع متطلبات السوق العالمي، يعني تحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتحويل الأفكار الابتكارية للشباب لمشروعات قابلة للتنفيذ وتسقفهم ماليا ومصرفيا، يعني احلم واحنا هنساعدك تنفذ. دلوقتي هنقابل شانتال صباغ، نائب مدير عام الخدمات الغير مالية بمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي، وهتشرح بالتفصيل أهداف المبادرة والتحديات اللي بتواجه تنفيذ أفكارها. عندنا مبادرة عظيمة جدا، هي مبادرة رواد الأعمال أو رائدي الأعمال، مبادرة أطلقها البنك المركزي وكل بنك بينفذها حسب أدواته وإمكانياته. عندنا البنك الأهلي أدواته عظيمة جدا وإمكانياته عظيمة جدا، كيف يمكن استثمارها لإنجاح هذه المبادرة؟ أستاذ محمد أهلا بيك. مبادرة رواد النيل هي مبادرة البنك المركزي هو الراعي الرئيسي لها بالمشاركة مع شركاء نجاح آخرين منهم جامعة النيل، جهاز المشروعات الصغيرة المتوسطة، كذا بنك مصري مشارك في المبادرة. كلنا بنحاول نتعاون مع بعض ان احنا نقدر نشوف ازاي المعلومة بتاعتنا المعلومة المصرفية تقدر انها توصل للشباب اللي عنده فكرة، اللي عنده مشروع قائم، اللي عنده مشروع متعثر، اللي عنده تشالنج مش عارف يفكر فيه يتكلم فيه مع حد. دورنا كلنا ان احنا نقدر نسخر المجهود واحد بدل ما كل واحد بيشتغل لوحده في حتة، ان احنا نقدر نرد على اجابات الشباب، نقدر نرد على اجابات اصحاب العمل بحيث ان البيزنس بتاعهم يقدر يبقى سستينبل، يقدر ان نوصل بيهم لتعيين اكتر، لانتشار اكتر، لنمو اكبر، نمو اكبر بكثير منهم. خليني اقول لك ان مثلا 70% من الناس اللي بتقدم للبنوك بيتم رفضها. هذه المبادره هل ستغير هذا الوضع؟ حضرتك ذكرت 70% من اللي بيقدموا، احنا شوف بقى قد ايه بيقدموا اكتر على فكره. لا لا، شوف كمان اللي ما بيقربش للبنوك. تمام. الفكر السائد ما بين الشباب انه الشباب ما لهمش مكان في البنوك، وده فكر لو دخلت جامعه عشان ياخد كارد، عايز واسطة وعايز وقت وعايز محدش هيفهمه، الناس اللي قاعدة هناك مش فاهمين هو عايز ايه، مش فاهمين هو بيتكلم في ايه. وبالتالي دورنا في المبادرة دي ان احنا نقدر نتواصل، نقرب الناس لينا، نديهم وقت للمعلومة، نشرح ايه الخطوات المطلوبة منك عشان مشروعك يعيش وعشان مشروعك يبقى مستعد للتمويل. التمويل في المبادرة هو احد الخدمات، ولكن المبادرة مش قايمة على التمويل. انا بقدم خدمات للشباب، بقدم خدمات لاصحاب الاعمال القائمة، انه منها ممكن تبقى فلوس. اسهل حاجة تسأل حد انت عايز ايه عشان مشروعك عندك فكرة هايلة، عايز ايه؟ عايز فلوس. طب يعني تخيل مع بعض انه الفلوس موجودة، خد الفلوس هتعمل بيها ايه؟ بلانك، الدنيا هتقف خالص. الناس كلها متعوده انه التشالنج ان يجيب الفلوس، ما حدش وصل يفكر طب انا معايا فلوس هعمل بيها ايه. طب دي ثقافه هنغيرها؟ طبعا دور المراكز ان هي تغير الثقافه دي، ومش بالمجهود بتاع المركز، ولكن بفكره انه صاحب فكره او صاحب عمل يخش يقعد يتكلم مع موظف بنك، ده في حد ذاته تغيير للفكره، لان هو داخل مش بغرض عايز فلوس، هو عنده استفسار، عايز يعرف ايه اللي ناقصه في ورقه، عنده مشكله في ترخيص او في تصريح مش عارف الجهه اللي يتواصل معاها، عنده مشكله انه يقدر يحدد سوقه. فانت بتيجي هنا للسؤال للمعرفه. انا مش عايزه اللي يجيلي هو اللي عايز الفلوس النهارده، بس عايزه اللي يجيلي يعرف ايه المطلوب منه، انه بعد 4-5 سنين لما شركته تقف على حيلها ويبقى محتاج تمويل يقدر يلاقيني جنبه. شانتال صباغ نائب مدير عام الخدمات الغير مالية بمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي، تولت ملف المشروعات الصغيرة في البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الأعمار لأكثر من 7 سنين، وهي حاصلة على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة السوربون، وده بعد تخرجها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. شباب البنك دربناهم، أهلناهم إزاي إن هو يستقبلني بفكر مختلف وجديد يتناسب مع مبادرة البنك المركزي بحيث إنه يساعدني.
تأهلهم تم ازاي؟ انا اصلا دي اكتر حتة انا بحبها في المبادرة جدا، لانه اشرح لنا جميع الخدمات اللي في السوق، الخدمات الغير مالية المقدمة في السوق هي كلها بيعملوها بروفيشنالز، مش شرط خالص ان هم عندهم خبرات ائتمانية. فكرة ان انا ابتدي الاوفيسر بتاع رواد الاعمال يبقى اصلا مصرفي، يبقى من البنك شايف المطلوب عشان الشركة دي بالقروض تشتغل ازاي وتكبر ازاي، فبالتالي هو اوريدي الفكر المصرفي عنده والإدوكيشن الثقافة دي عنده. احنا وفرنا له تدريب بالمساعدة طبعا بالتنسيق مع البنك المركزي مع المعهد المصرفي، انه التيم اخد كل ما يأهله يبقى هو نفسه رائد اعمال، هو نفسه انتربرينور في نفسه. يعني يقدر يفكر في الريسك، يقدر يفكر كرياتيفيتي، يقدر يفكر سستينابيليتي، كل الدنيا دي رايحة على فين، يقدر يفكر المشاكل اللي بتواجه الشباب ازاي. فلما بيحط نفسه من الناحية التانية من الآية يقدر انه هو يرجع تاني لما لازم يدي المساعدة ويرجع يحط نفسه في دور موظف البنك، هو شاف كيسز حية. هما دايما بيقولوا لي انت بتدينا باور وبتخلينا نشتغل، كلامك مش هيخلينا نشتغل، هيخليهم يكسروا الدنيا ان شاء الله. انا عايزاهم يكسروا الدنيا واحنا في ظهرهم. اربع مراكز افتتحها البنك الاهلي للعمل تحت راية مبادرة البنك المركزي رواد النيل لتنمية ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي خطة اكبر للتوسع في الفروع الخاصة بالمبادرة عشان تبقى دايما الاقرب لكل رواد الاعمال. خلينا اسالك على الخدمات بقى اللي بيقدمها الفرع ده بالمبادرة داخل مدينة العاشر من رمضان، ايه الخدمات اللي بيقدمها؟ طيب احنا حاليا النهارده في فرع الياسمين في العاشر من رمضان، فعندنا مركز رواد النيل داخل الفرع ده، عندنا برضو فرع رواد النيل داخل جامعة النيل في 6 اكتوبر. ده مش فرع ولكن ده مكتب فيه الزملاء القائمين في البي دي اس سنتر، قاعدين هناك بيقدموا الخدمات للطلبة والخريجين واصحاب الافكار في 6 اكتوبر. يعني اللي بيحلموا رواد الاعمال بيحلموا او نفذوا. عندنا ان شاء الله فرع اسيوط نعمل الافتتاح بتاعه في شهر 10، وفرع طنطا برضو في شهر 11 و4. فكده نبقى تقريبا غطينا. عندنا تاني لسه فروع ولا خلاص كده؟ عندنا خطة طبعا للانتشار. عندنا خطة او عندنا احنا كمان حلم ان اللي يبقى عايزنا يلاقينا، بس لسه طبعاً لسه الفكرة بتاعتنا في الحضانة برضو عندنا، فلسه ما طلعتش للنور. ولكن دفنتلي في طبعا بنفكر إن ازاي ننتشر، وبنفكر ازاي نسهل على رائد الاعمال انه يلاقينا. بالنسبه للخدمات اللي بنقدمها، الخدمات اللي بنقدمها ممكن حد ياخد سايكل كامل وممكن حد ياخدهم متقطعين. يعني احنا عندنا خدمات من اول ما حد عايز يتكلم معايا في فكره دي حلوه ولا مش حلوه، تنفع ولا ما تنفعش، فانا بديله الوقت ان احنا نقدر نتكلم تنفع ما تنفعش. زي ما قلت لحضرتك انا الموظفين اللي عندي بما انهم موظفين بنك اهلي، ف انت ممكن مش هتعرف تعد عد عليهم افكار عاملة ازاي في الفرع. صحيح. فده برضو بديله من وجهة نظر البنك الفكرة الحلوة الوحشة، ومن وجهة نظر السوق او رائد الاعمال الفكرة الحلوة الفكرة الوحشة. والنهاردة الافكار طبعا ما اكترها، ولكن احنا بنبقى عايزين انه اوفر عليك شوية صغيرين انك مش اول ما تفتح تقفل. فنبتدي نعمل تحليل شوية لو الفكرة دي حلوة وتعيش ولا حلوة وما تعيش عندنا. تمام. فبنبتدي معاه من اول تكوين الفكره، بنشتغل برضو على خطه العمل. خطه العمل بتبقى مهمه قوي لحد بادي من اول وجديد البيزنس بتاعه، انه يقدر نشوف هنبتدي منين. بعد كده نقدر ان احنا نساعد على التريننج او الكاباسيتي بيلدينج للشركه دي، يا اما طبعا بالتعاون مع جهاز تنميه المشروعات بنقدر ان احنا نبعت الناس للتريننج عندهم. تدريب ورفع كفاءات ومهارات لاصحاب العمل وللتيم بتاعهم، لان انت اي حد بيبتدي بقى محتاج معاه واحد او اتنين شريك او موظف معاه، فطبعا بنقدر ان احنا نبعتهم للجهاز للتدريب. برضو الجهاز بيقدم لنا خدمات تشبيك، ففي شركات كتيره في شركه قائمه او فكره محتاجه تلاقي موردين، محتاجه تلاقي اسواق، فده طبعا بالتعاون مع الجهاز بنقدر نشوف ايه المتوفر عندهم، لان طبعا حضرتك عارف انتشار الجهاز وشغله مع يعني الشركات. بتخلونا نشوف بعض كاصحاب شركات؟ ما هو مش كاصحاب شركات، ما انا عايزه موردين للفكره دي. اوريدي الجهاز عنده داتابيز بصناعات كتيره بحرف كتير بالظبط، فنقدر ان احنا نتواصل. وزي ما اتفقنا احنا هنا في الاخر مش كمبيوتر، يعني كل فكره
لازم يبقى فيها تحليل ولازم يبقى فيها ديسكشن فيس تو فيس. صحيح. فما فيش حاجه هدوس على زرار يطلع لي ريبورت بداتابيز مش احنا مش دليل. فعلى حسب ما انا بحط وقت مع رائد الفكره رائد الاعمال على قد ما انا هعرف ان انا اساعده واوصف له العلاج يقدر يروح لاني جهه يستفيد منها اكتر. اختيار مدينه العاشر من رمضان لافتتاح اول مراكز البنك الاهلي لتطوير الاعمال ليه فلسفه خاصه، هيكلمنا عنها المحاسب هاني السيد مدير فرع الياسمين في العاشر من رمضان. خلينا اكلم حضرتك على عبقريه اختيار المكان هنا ان احنا نعمل اول فرع من فروع مبادره النيل داخل مدينه العاشر من رمضان، لماذا دون عن غيرها من المناطق او المدن الصناعيه العظيمه جدا في مصر؟ اولا انا برحب بحضرتك وبالبرنامج في فرع الياسمين، وطبعا انا مش هتكلم على العاشر من رمضان. العاشر من رمضان معروف ان هي قلعه الصناعه في مصر. العاشر من رمضان اكبر منطقه صناعيه يعتبر في مصر وفي الشرق الاوسط. احنا بنتكلم عن 30 منطقه صناعيه، بنتكلم عن 2128 مصنع قائم وبينتج، 2128 مصنع قائم ومنتج، بنتكلم عن 1061 مصنع تحت الانشاء. فالعاشر بنتكلم عن 400 الف عامل تقريبا بيشتغلوا في المصانع دي. احنا حضرتك العاشر بتتكلم عن نفسها مش احنا اللي بنتكلم عنها. فطبيعي ان العاشر تكون في الصوره اما نيجي نختار مكان مش هيكون افضل من هذا المكان. بدانا نتحرك على اصحاب المصانع ام ننتظر اصحاب المصانع ياتوا للاستفاده من المبادره؟ لا حضرتك، هو الطبيعي ان احنا المبادره احنا لسه في المرحله الاولى، بس احنا ابتدينا التواصل مع جمعيه المستثمرين وابتدينا الزملاء هنا في المبادره مش مستنيين الناس تجي لنا، لا احنا ابتدينا نتحرك ونروح لهم، لان الطبيعي ان الموضوع جديد فلازم يبقى في حركه. والبنك الاهلي طبعا سباق بالنسبه للبنوك كلها في عرض هذا المشروع، لان ده اداره البنك لما جت فتحت المشروع هنا فتحت المركز في الفرع ده اللي هينجح رواد النيل. 9 خدمات غير ماليه بيقدمها اولى مراكز البنك الاهلي لتطوير الاعمال لاصحاب المشروعات القائمه والناشئه، وهي خدمات تكوين فكره المشروع الجديد وتاسيس مشروع جديد وتيسير التسجيل والحصول على ترخيص النشاط، وخدمات دراسه الجدوى وتيسير الحصول على خدمات التمويل والتحليل والتقييم المالي والتشبيك مع الموردين والاسواق المستهدفه، ونشر المعرفه حول المشروعات الصغيره والمتوسطه، واخيرا خدمات التدريب وبناء القدرات. وهيشرح كل خدمه لينا بالتفصيل الاخصائيين في تطوير الاعمال، والبدايه مع ياسمين سيد، وهتكلمنا عن خدمه تكوين فكره مشروع جديد وتاسيس مشروع جديد. ياسمين سيد، انت اخصائيه تطوير اعمال. اولا عايز افهم يعني ايه اخصائيه تطوير اعمال رقم واحد، ثانيا عايز تكلميني يعني ايه ان انت تساعديني ان انا افكر في مشروعي ازاي. مرسي جدا استاذ محمد. اخصائيه تطوير الاعمال تابع لمبادره رواد النيل، هنا احنا بنلعب دور المرشد والموجه لاصحاب الافكار، المشروعات الصغيره المتوسطه، حتى الناشئه او القائمه. بنلعب الدور في كذا مرحله من المراحل المشروع بيمر بيها، سواء من فكره سواء من تاسيس زي ما حضرتك بتقول. عجبنا قوي ان احنا بنبدا من اول الفكره دي، جديده علينا كبنوك. دي خدمه من الخدمات اللي احنا بنقدمها، خدمه تكوين وتقييم فكره المشروع. انا مين فينا اول ما اتخرج كان نفسه يعمل مشروع ويبتدي يعمل حاجه، حتى مش الخريجين، حتى واحد حب يستقيل من الشغل ويعمل مشروع عشان عنده فكره، بس لما بيروح البنك بيتقال له انا ما اقدرش اعمل لك حاجه، انا لازم اشوف قدامي نشاط قائم، لازم اكون شويه شايف مشروع قائم، عندك ورق، عندك، محدش بيسمع له. هنا بيجي دور اخصائي تطوير الاعمال ومركز تطوير الاعمال. ان احنا لما بيجي عميل صاحب فكره يجي يتكلم معايا يقول لي ايه انا عندي فكرتي، انا بقعد اتكلم معاه بعرف هو ايه الفكره بتاعته، ايه السوق اللي هو داخل فيه، ايه هم العملاء بتوعه، ايه منتجه، بقعد اتكلم معاه بفتح معاه افاق كتيره جدا، هو نفسه ما بقاش عارف ايه هو رايح فين، يبقى تايه. فبالتالي ممكن يجي لي فكره وبيطلع فكره تانية خالص، وممكن يجي لي فكره ويلاقي نفسه انا عندي الخبره في الحته دي، عندي الخبره العلميه والعمليه وعندي الخبره الاداريه وعارف الناس فيها، فاقدر ان هو يحط الاساس بتاعه عشان يبتدي المشروع. فاي مشروع ناجح او حتى اي مشروع حتى لو بيبتدي وبيفشل بيبتدي بفكره، فده الاساس بالنسبه لنا. في فكره ممكن ترفض؟ فكره ممكن ترفض، مش ممكن تتعدل. طب ازاي بتقيمي قدرتي على تنفيذ الفكره دي وخصوصا بعد دخولك وتعديلها؟
هل انا بتقدر تقيم ازاي ان انا اقدر فعلا انفذها ولا لا؟ ما ممكن افكار مجنونه. انا بتابعه بعديها جميل، وفي نفس الوقت بتاخدنا بعد كده الخدمات تانية، بس انا بتابعه بشوف الفكره دي هتتنفذ ومش هتتنفذ. بياخد مني ممكن في دراسات جدوى معده من جهاز تنميه المشروعات بتبقى جاهزه للعميل، دي ممكن ياخدها. ممكن انا بساعده في ان بيبقى محتاج قوانين مثلا معينه عشان يعرف يعمل شكله القانوني ازاي. كل دي في مرحله الفكره، ان انا يعرف ينفذ شغله ازاي. طب ابتدي بقى في الواقع العملي، طب انا عايز انفذ شكل القانوني بتاعي فور اكزامبل يبقى منشاه فرديه، طب قانونه كذا، قانون الاستثمار كذا. التقييم يعني للشخص نفسه بيتم ازاي؟ التقييم للشخص نفسه، خبرته العمليه والعلميه. ده غير ان بيبقى فيه ابلكيشن اسئله معينه بتتسال له، بنقدر نشوف هيقدر ينفذ الفكره دي فعلا على الواقع العملي ولا لا. امين مجدي اخصائي تطوير الاعمال هيكلمنا دلوقتي عن خدمات دراسه الجدوى وتيسير الحصول على ترخيص النشاط. اعتقد ان مفيش مشروع في مصر ممكن يتم او في العالم كله بدون دراسه جدوى. ناس كتير ممكن تستسهل في دراسه الجدوى من على الانترنت من اي مكان، ويقول لك دراسه الجدوى المشروع بتاعي. اولا عايز منك نصيحه، ازاي ان انا اجتهد في عمل دراسه الجدوى حتى اضمن نجاح مشروعي، وازاي ممكن تساعدوني بخبرتكم في ان انا اعمل دراسه جدوى صحيحه بنسبه 100%؟ مبدئيا كده احنا بعد فكره، بعد اول خطوه بنعملها تكوين الفكره وبنتحقق وبنتاكد ان العميل بتاعنا عنده مقومات النجاح للفكره ديت، نبدا نخش مع الستيب الثانيه. الستيب الثانيه هو دراسه الجدوى. ايه الهدف من دراسه الجدوى؟ الهدف من دراسه الجدوى بشكل مختصر جدا، الهدف منها ان انا عايز اشوف الجدوى الاقتصاديه لاي مشروع. طيب عشان اشوف الجدوى الاقتصاديه لاي مشروع، فانا بحتاج ان انا اعمل اكتر من دراسه جوه دراسه الجدوى. اولا ببدا بحاجه اسمها دراسه تسويقيه. في الدراسه التسويقيه ديت ببدا احدد هو مين السوق اللي داخل فيه العميل، مين العميل المستهدف، مواصفات العميل المستهدف ده عامل ازاي. في نفس الوقت ابص على البرودكت اللي العميل هينتجه، البرودكت ده هيلبي طلبات لاحتياجات السوق، هيتلبي طلبات لاحتياجات العميل ولا لا. اشوف البرايس العميل، آلية التسعير اللي هيسعر بيها البرودكت ده، ده هل هو هيخش على نظام تشريح السوق، هيخش على نظام سكيمينج للماركت، هيبدا ينزل قشط للسوق او بنتريشن للماركت وفقا لاستراتيجيه الشركه. برضه هخش على آليات التوزيع اللي العميل هيعتمد عليها، سواء الزيرو ليفل ولا 1 ليفل او 2 ليفل او 3 ليفل. هدخل بعد كده على آليات الترويج، العميل هيعمل البروموشن بتاعه ازاي؟ هل العميل محتاج ان هو يعمل اعلانات؟ هل محتاج يعمل بانرز؟ هل محتاج يعمل حملة دعائية؟ كله بيختلف على حسب النشاط وعلى حسب البرودكت وعلى حسب الكاستمر العميل اللي هو بيتارجته. خلصنا الدراسة التسويقية وتحققنا ان في فعلا فجوة في السوق العميل بتاعنا يقدر يغطيها، وتحققنا ان احنا بنلبي طلبات العميل المستهدف. نخش بعد كده في المرحلة اللي بعديها، هو الدراسة الفنية. في الدراسة الفنية ببدا ادرس البروجكت بتاع العميل. البروجكت بتاع العميل محتاج فيكسد اسيت قد ايه، محتاج اصول ثابته قد ايه، محتاج رو ماتيريال عامل ازاي، محتاج عماله بشريه عامله ازاي، مواد خام، رو ماتيريال مواد خام، محتاج عماله بشريه عامله ازاي، ايه مواصفات العامل اللي هو محتاجه، هل ده عامل يبقى مدرب، هل هو عامل لا مش شرط ان هو يبقى مدرب، على حسب طبيعه النشاط. حددنا في الدراسه الفنيه ايه احتياجات المشروع، ببدا بعد كده اخش معاه في المرحله اللي بعديها الدراسه الماليه. الهدف من الدراسه الماليه ان انا ببدا احدد التكاليف الاستثماريه للمشروع، المشروع ده هيكلف كام تكلفه استثماريه. خلصنا الدراسه الماليه، المفروض نعمل دراسه الجدوى الاقتصاديه. الهدف كله من دراسه الجدوى هو دراسه الجدوى الاقتصاديه، عايز اشوف معدل العائد الداخلي للمشروع ده عامل ازاي، هل اشوف متوسط فتره الاسترداد او متوسط فتره الاسترداد المخصومه، هل المشروع من الناحيه الاقتصاديه هيبقى مربح للعميل ولا لا. طبعا ده مهم جدا، السيكتور ده في الخدمه اللي احنا بنقدمها دي مهمه جدا، لان اي عميل بيعمل بروجكت هو الهدف منه في الاول والاخر هو الربح. عشان يقدر يكمل في البروجكت لازم يكسب، لازم يطلع ارباح. عشان يقدر يكمل فيه لازم يبقى البروجكت مبني من الاول صح. لو لقيته مش مربح ممكن نساعده ان يبقى مربح؟ طبعا نغير وجهه النظر بتاعته تماما. طبعا ممكن نغير الكاستمر بتاعه، هو لو عامل سيجمنتيشن للماركت بيتارجت كاستمر معين، والكاستمر ده بيجبره ان هو ينزل بسعر معين، لا فطب تعالى نغير الكاستمر ده وننزل ببرايس تاني، تعالى نغير البرودكت، تعالى نغير آلية التوزيع، تعالى نشوف الترويج بتاعك هيعتمد ازاي. ممكن تكون انت حاطط ميزانيه ضخمه قوي للترويج اللي تخلي المشروع مش مربح، ممكن تكون حاطط الميزانيه بتاعت الترويج قليله شويه فما توصلش ان انت تتوسع في السوق، المشروع بتاعك برضه ما يبقاش مربح. من الخدمات اللي انا شايفها ومبسوط منها قوي ان انت تقدر تساعدني في تسجيل، في استخراج رخص النشاط، دي حاجات احنا بنزهق منها لو جينا نعمل مشروع، ازاي بتساعدني فيها؟ انا بقدر اساعد العميل ازاي؟ من اول فكره الشكل القانوني اللي العميل يقدر
يأسس بيه الشركة بتاعته. ببدأ أعرض له الأشكال القانونية المختلفة سواء منشآت فردية أو شركات أشخاص أو شركات أموال. ببدأ أعرض له مواصفات كل شكل من الأشكال القانونية ديت. ببدأ أعرض له كمان وفقاً لقانون الاستثمار هي الحوافز العامة والخاصة والإضافية. يمكن إحنا عندنا شوية في مشكلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة هم حتة نقص المعلومة. فالأغلبية المستثمرين ما يعرفوش إن وفقاً لقانون الاستثمار الجديد أنت ممكن تصل ليك الحوافز اللي بتاخدها من الدولة إن أنت تسترد 50% من قيمة العرض. تصل ان انت تسترد 30 ل 50% من الوعاء الضريبي للدخل. تصل ان انت يبقى معفي من رسوم الاشهار سواء رسوم الاشهار لعقود الشركه او رسوم الرهون او فدي كلها مميزات العميل ما يعرفهاش. فاحنا بننقل له الخبره دي، بننقل له المعلومه ديت. ده بالنسبه لتاسيس الشركه من ناحيه السجل التجاري او البطاقه الضريبيه. بالاضافه لكده انا كمان بساعد العميل في استخراج رخص مزاوله النشاط. دايما كان يجي لنا مشكله لما كان الواحد شغال في الكريدت قبل الخصاصه تطوير عمل، اغلبيه العملاء ما عندهمش رخص مزاوله النشاط. ينزل يروح يدور على رخصه يقعد اكتر من سنه لسنتين. وفقا للقانون الجديد احنا بقى عندنا طريقتين لاستخراج الترخيص، ترخيص مزاوله النشاط، سواء ترخيص بالموافقه المسبقه او ترخيص بالاختار. في الترخيص بالموافقه المسبقه او الاختار الموضوع لا يتجاوز الشهر. العميل ما يعرفش المعلومه، احنا بنبدا نقول له المعلومه ديت، بنبدا نقول له ايه المستندات اللي مطلوبه في الهيئه العامه للتنميه الصناعيه عشان يقدر يطلع الرخصه في اسرع وقت وييسر له الامور بتاعته. التحليل والتقييم المالي من اهم الخدمات اللي بيقدمها اول مراكز البنك الاهلي لتطوير الاعمال، وهيكلمنا عنها محمد سعيد القماري اخصائي تطوير الاعمال. من الخدمات اللي انا شايفها بتقدمها الوحده هنا هي وحده خدمه التحليل والتقييم المالي. ده مهم جدا ان انا بعرف أرقام مستقبلية للمشروع بتاعي هيحققها ولا مش هيقدر. رؤية مستقبلية بتتم إزاي؟ مظبوط. إحنا بالنسبة لنا في خدمة التحليل المالي بتتم عن طريق الفئة المستهدفة لينا للتحليل المالي، هم عبارة عن قطاعين: قطاع العملاء القائمين، العملاء اللي بالفعل ليهم ميزانيات وقوائم مالية، والعملاء حديث التأسيس اللي لسه ما كونوش ميزانيات أو ما لهمش أي قوائم مالية. بالنسبة للعملاء اللي ليهم قوائم مالية بقدر من خلال الارقام الماليه بتاعتهم ان احنا نقدر نحدد الارقام المستقبليه ليهم. اقدر احدد من خلال الارقام ايه نقاط القوه او ايه الحاجات اللي بيقدر يتركز عليها العميل في نشاطه واللي مساعداه بنسبه كبيره جدا نقدر ان احنا نحاول نقويها معاه، والحاجات اللي فيها نسب انخفاض بنسال على نسب انخفاضها، ولو فيها اي اشاره او اي مساعده بنحاول نساعد فيها العميل عن طريق المشوره. انما بالنسبه بقى للعملاء حديث التاسيس بنقدر من خلال المستندات ممكن اللي بيقدمها لنا او المعلومات الموثقه منهم ان احنا نعمل معاهم مركز موجودات كحاجه زي ميزانيه بس بدائيه للعميل عشان نقدر نساعد العميل ان دي تكون البادئه لو هو العميل في احتياج لخدمه التمويل. فاحنا من خلاله من خلال التحليلات اللي احنا بنقدر نعملها والعميل حتى بيقدر من خلالها، الفرق ما بيننا وما بين اي مكان تاني او اي مكاتب تانية ان احنا بنساعد العميل ان هو يفهم نشاطه اكتر، يدخل في تفاصيل نشاطه اكتر، على العكس لما هو يطلب مني خدمه زي دي وانا بأديها له وخلاص. لا، انا بدخل مع العميل في التفاصيل بتاعه نشاطه، بيقدر من خلالها يعرف تفاصيل اكتر فبيفهم النشاط بتاعه اكتر، فيعرف لو في نقاط قوه او نقاط ضعف يقدر يحلها. من الخدمات اللافته نظري جدا، انا مصر ان الناس تفهم التسع خدمات اللي بتعملوهم. مظبوط. خدمه التشبيك. تمام. يعني ايه تشبيك؟ خدمة التشبيك تعتبر من الخدمات المهمة جدا اللي بنقدر نوجهها لمنصة البلاتفورم المتواجدين ليها عن طريق جهاز تنمية المشروعات. دي من ببساطة كده ان احنا بنقدر عن طريق المنصة ان بيقدر العميل يتوجه للموردين، الخامات اللي هو بيجيبها يعرف الموردين. ساعات كتير ان انت تلاقي عميل انا عايز افتح مشروع، بعد ما وصلنا معاه للخدمات وقدينا له العديد من الخدمات هو مش عارف الرو ماتيريال المادة الخام بتاعته يقدر يجيبها منين، ايه افضل مكان يقدر يجيبها منه، ايه افضل سعر افضل جوده، حاجات زي كده العميل ممكن ما بيبقاش عنده المعرفه لو عميل ما عندوش الخبره. فاحنا من خلال المنصه يقدر من خلال العميل يعرف المورد بتاعته، يقدر العميل ان يوصل بالمنتج بتاعه للسلاسل التجاريه ان هو يقدر يوزعه. احنا كده بنربط في موضوع التسويق، فكده العميل بقى بياخد من اول الماده الخام من المنتج ولغايه لما بيعمل المنتج بيوصل ان هو بيسوقه او بيقدر يبيعه عن طريق السلاسل التجاريه. هاني شعراوي اخصائي تطوير الاعمال هيشرح دلوقتي خدمات التدريب وبناء القدرات لرائد الاعمال. تطوير اي مشروع صغير او متوسط او حتى إنشاء مشروع صغير أو متوسط جديد لا يجوز إلا من خلال التدريب والتأهيل سواء للعامل أو لصاحب المنشأة ذاته، وده واحد من أهم الخدمات اللي انتوا بتقدموها هنا من خلال وحدة تطوير الأعمال في العاشر من رمضان. كلمني إزاي بنأهله، إزاي بنطوره. انتوا شخصيا أنا عارف أن انتوا هنا في الوحدة دي خضعتوا لتدريب حوالي 270 ساعة
كل واحد فيكم عشان تقدروا تأهلوا الناس وتكلموهم على المشروعات الصغيرة المتوسطة إزاي حلمه يبقى حقيقة. كلمني على التدريب والتأهيل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. طبعا التدريب أحد أهداف مبادرة رواد النيل، وكان الهدف اللي هو إعداد رائد الأعمال أو صاحب المشروع المستقبلي إنه يبقى عنده المعلومة الكافية إزاي يقدر يدير مشروعه، وده من خلال بعض الدورات اللي رائد الأعمال بياخدها. كلهم في تخصصه؟ كلهم في تخصصه. الدورات دي بتشمل دورات في التحليل المالي، دورات في الإدارة، دورات في التسويق، يعني كل ما يخص البيزنس هو بياخده. ورعينا في الدورات دي إن هي تبقى مدتها قصيرة وتبقى لها علاقة بالسوق. خدمة تيسير الحصول على خدمات التمويل مهمتها تجهيز ملف صاحب المشروع ائتمانيا، وهيكلمنا عنها محمد أحمد عبد الجيد أخصائي تطوير الأعمال. اتكلمنا على مدى الدقايق اللي فاتت دي على الكثير من الخدمات اللي بتقدمها وحدة تطوير الأعمال، اتكلمنا على التدريب، اتكلمنا على المعرفة، اتكلمنا على الفكرة نفسها ازاي بتتحول، بقى أهم حاجة الحصول على التمويل، ازاي بتأهلني وتكمل أوراقي الحصول على القرض اللي هو الحلم النهائي. تمام. هو في البداية يعني قبل ما أتكلم معاك في نقطة الحصول على التمويل، في خدمة يعني شديدة الصلة بالخدمة دي اللي هي نشر معرفة عن المشروعات الصغيرة المتوسطة والوعي المصرفي أو معرفة مصرفية. الخدمة دي أنا بستهدف بيها الشباب أو أصحاب المشروعات الناشئة أو حتى القائمة، إن الشباب أو أصحاب المشروعات بيبقى عندهم خوف من نقطة البنك، مش عارف البنك بيعمل ايه قوي، ففي كتير منهم يعني بتضيع عليه فرصة استثمار ما بيجيش البنك. فانا هنا انا يعني كمركز تطوير اعمال بوعيه بقى، بفهمه لا البنك، بفهمه البنك بيعمل ايه، توعيه بمنهجيه التعامل مع البنوك وازاي يدير حساباته في البنك. فخدمه نشر المعرفه دي لازم ان انا بوعي العميل بشكل عام. فبعد ما العميل بيتاهل او بيبقى على قناعه خلاص البنك تمام، نيجي الجزء بقى ان هو عايز ياخد تمويل. تمام. وفي برضه ناس تبقى عندها المعرفه دي بس هي جايه عايز تاخد تمويل، فبتيجي لمركز تطوير الاعمال عشان يساعدها في تجهيز الملف بتاعها. احنا كلنا ناس كريدت اوفيسرز، كلنا اشتغلنا في الائتمان في الفروع، اتعاملنا مع كافه الانشطه. البنك الاهلي عملاء، عدد عملاء كبير جدا، فده مدينا خبره. واحنا كلنا كموظفين في مركز يعني سواء في الهيد اوفيس او في المراكز اللي تحت كلنا بنشتغل نفس الشغلانه اللي هي الائتمان. فانا عندي فكره ازاي ان انا اقدر اعمل للعميل ملف ائتماني بوعيه بالمستندات المطلوبه، سواء بقى مستندات ذات طبيعه خاصه، مستندات بشكل عام، تراخيص، بجمع معاه الملف وببتدي ان انا بعد كده احول الملف ده للجهه اللي انا شايف ان هو هيتمول منها او ان هي تصلح له للتمويل. بناقش العميل طبعا في حجم التمويل، ممكن اعمل تحليل مبدئي للقوائم الماليه اللي معاه بحيث ان انا اشوف هل هي فعلا صالحه انها تتحط في الملف. لازم الملف يكون الكواليتي بتاعته الجوده بتاعته الجوده عاليه، ما تروح لاي جهه هتموله الجهه دي انا فاهم هي بتفكر ازاي كوني كراجل ائتمان، فما يتعبش الموظف الائتمان اللي هياخد منه ملف. شايفين شباب زي الورد بيقولوا لك احلم، واحنا معاك لغايه لما حلمك يبقى حقيقه وتبقى صاحب مشروع محترم ليه دراسه جدوى، ويبقى البنك مطمن وهو بيمولك، اصل فلوس البنك فلوس اهلنا وهو مؤتمن على تشغيلها ولازم يحافظ عليها. لكن تعالوا بقى نتكلم بشكل صريح، كتير مننا بيقول ياه شايفين في اوروبا بيعملوا ايه للشباب وازاي بيدعموهم، انا بقى اتحدى لو في دوله في العالم خصصت لاولادها 200 مليار جنيه لتمويل مشروعاتهم الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر، وبرضه اتحدى لو في دوله في العالم عندها مبادره زي مبادره النيل اللي هتتبنى احلام الشباب وافكارهم وتحولها لمشروعات ناجحه وكمان تساعدهم وتدعمهم لضمان استدامه المشروع. الناس دي مهمتها تساعدك وتقف جنبك، قوم اتحرك، روح دور على مصلحتك، صدقني انت جدع وبلدك في ظهرك.